يا كابتن ناصر، صباح الهنا على حضرتك. صباح الخير عليك يا نهوان، صباح الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. أنا بسمع وبستمتع بالكلام الجميل اللي حضرتك قلتيه دلوقتي، مقدمة تاريخية جدا عن التحكيم. اشكرك جدا كابتن ناصر، والله شهادة كبيرة. والله لا بجد بأمانة، يعني أنا ما شفتش حد أبدا أو في قناة بتدعم وتساند التحكيم بهذا الشكل الجميل. حضرتك قلت كلام جميل جدا 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 في شأن التحكيم المصري، وده من شأنه يعني عاوز أقول حاجة مهمة قوي الكل يعرفها، إن دايما قناة الأهلي مع الحكام وبتساعد على تطوير التحكيم المصري، وإحنا دايما بنتمنى هذا الكلام. صحيح. أمين عمر النهارده عاوز أقول هو زي ما حضرتك قلت كده، مش هبعد عن كلام حضرتك، هو فعلا بيشرف التحكيم المصري. طاقم تحكيم مصر بالكامل في مباراة رواندا وجنوب أفريقيا، هي الجولة الثانية على فكرة، هتقام يوم 21 من هذا الشهر. أمين عمر ومعايا طاقم تحكيم بالكامل، الحكم محمود أبو الرجال المساعد الأول، وأحمد توفيق طلب المساعد الثاني، ومعاه أحمد الغندور الحكم الرابع. خلينا نودع أتكلم على أمين عمر الأول وندي يعني نبذة صغيرة عن أمين عمر. أولا أمين عمر من حكام النخبة الأفريقية، دي نمرة واحد. نمرة اتنين كمان هو من حكام المحترفين، انت حضرتك عارفة ان في 20 حكم حد افريقيا النهاردة بيعتبرهم هم حكام محترفين. ال 20 حكم دولت دايما اتحاد افريقي بيجمعهم خلال كل شهر، بيعمل امتحانات ويعمل اختبارات وبيعمل اختبارات لياقة بدنية، يعني عاوز اقول ان هو كمان من ضمن حكام النخبة والمحترفين بيجمع ما بين الحاجتين دولت. الفترة الأخيرة التحكيم المصري يعني حاضر بقوة في البطولات وفي المباريات اللي هي تصفيات كأس العالم أو البطولات اللي هي خاصة ببطولة أفريقيا. أمين عمر من الحكام المتميزين جدا جدا، نهاوند بيجمع بين حاجات كتيرة جدا، وزي ما حضرتك قلتي أولا عنده الستايل، ستايل كويس جدا، عنده لياقة بدنية على مستوى عالي، عنده قراءة وعنده فهم جيد للقانون. الشخصية التحكيمية بتاعت أمين يعني هي دي اللي مخلياه تقريبا يبقى من افضل حكام الكره الافريقيه. مباراه على فكره، المباراه الثانيه مباراه صعبه. ان شاء الله انا بتمنى ان شاء الله باذن الله ان هو يدير هذه المباراه بكفاءه زي ما ادار مباراه الترجي والوداد، وكانت مباراه كانت صعبه جدا جدا، قدر ان هو يعني يعبر بيها وخد فيها تقييم جيد جدا في هذه المباراه النهائيه. رائع جدا. الشيء اللي اتكلم فيه وهو التطوير التحكيمي مش بس على مستوى الناحيه البدنيه والفنيه، ولكن كمان النهارده عندنا في اللغه الانجليزيه، وده مهم جدا على فكره، حضرتك اتكلمت في نقطه مهمه. النهارده بيحاول اللجنه الحكام بتحاول ان هي تطور الحكام من ناحيه اللغه كمان، لان اللغه مهمه جدا يا هوانت، انت عارفه النهارده الحكام بتتعامل مع خبراء او بتتعامل مع مدربين اجانب. انا ازاي النهارده هتكلم مع المدرب احيانا بيعترض، احيانا بيبقى في لعبه انا المفروض انا اقولها له خاصه بالقانون، فلابد ان يكون اللغه موجوده او حاضره سواء كان في الدوري المحلي او في الدوريات الاخرى. كلام مظبوط جدا. انا عايزه اروح مع حضرتك وهاخد من كلامك برضو كابتن ناصر، هل بتشوف الاعتماد على خبره اجنبيه زي بيريرا ومش بس الاعتماد عليها والثقه فيها بان هي هتطور هذه المنظومه، هل حضرتك بتشوف او بتشوف بنسبه كام في الميه ممكن فعلا يحصل تطوير ويحصل فارق كبير جدا في المنظومه التحكيميه في مصر على يد هذه الخبره الاجنبيه بغض النظر عن الاسم يعني؟ تمام. هو عندي يمكن البعض بيعترض على وجود خبير اجنبي. صحيح. عندنا في مصر ويعني على ان عندنا كفاءات، احنا عندنا كفاءات فعلا بالفعل، ان عندنا كفاءات كويسه جدا جدا، وقدرنا احنا فترات كبيره نطور اداء التحكيم في الفترات السابقه، ولكن زي ما قلت فيتور بيريرا النهارده جاي بفكر جديد. احنا النهارده احنا مش معه ولا ضده، ولكن احنا مع التحكيم المصري. فاحنا ايضا يعني بندي الراجل مهله ان هواند ان هو يشتغل، يعني احنا عاوزين نشوف في الاخر خالص النتائج هتكون ايه. يمكن كان اول اسبوعين او ثاني اسبوع كان حصلت في مشاكل تحكيميه، ولكن في الفترة الأخيرة أعتقد إن الأمور مشت كتحكيم مشت بشكل كويس، سواء كان في مستوى الدوري الممتاز ألف والدوري الممتاز ده. هو راجل بيشتغل ومعاه فريق عمل، يعني أعتقد إن هم على قدر كبير جدا من الفهم، بيحاول إن هو يطور. يمكن كان الأسبوع اللي فات كان عمل تحليل فني
في اتحاد الكرة للحكام للجولة اللي هي كانت الجولة الخامسة والستة، ووقف على بعض النقاط التطوير، وبعد ما خلص التحليل راحوا ملعب، نزلوا عملوا التدريب العملي والتدريب الفني. يعني الراجل بيشتغل على الشق النظري والشق العملي، اعتقد ماشي بشكل جيد الفترة اللي فاتت في التحكيم سواء كان محلي او في البطولات، ماشي بشكل جيد. زي ما قلت لحضرتك احنا مش مع ولا ضد، ولكن احنا مع التحكيم المصري، نتمنى ان التطوير مش بس يعني يطول الحكام الدوري الممتاز. طبعا يعني هو ان احنا عندنا الدوري الممتاز وعندنا الممتاز وعندنا المحترفين وممتاز به، وعندنا اقسام كتيره جدا جدا. اتمنى التطوير يعني يطول كل المناطق الفرعيه، يعني عندنا 25 منطقه فرعيه، كل منطقه بها حكام درجه اولى وثانيه وثالثه، تبقى التطوير على مستوى فوق يبقى موجود ايضا على المستوى اللي هو الدرجه طيب الثالثه. كابتن ناصر، أسألك سؤال شوية يعني صعب في إجابته، بس هو مش صعب إن أنا أطرحه عشان هو هيتوقف على الصراحة شوية. هل ما يعرقل المنظومة التحكيمية في مصر ما زال هو هقول المحسوبيات، ومش هقول فساد لان فساد دي كلمه كبيره قوي، بس المحسوبيات والمجاملات وغيره من الامور اللي مفروض لما تيجي تقول تطوير تكون مش موجوده اصلا، او حتى تعدي كده من جنب منظومه التطوير؟ هل لسه بنعاني حتى هذه اللحظه من هذه الامور؟ اوان سالت سؤال مهم جدا، سؤال صعب، انا عارفه، ببقى عارفه سؤال صعب اسئلتي. جدا جدا. هقول لك على حاجه وبتكلم مع حضرتك بامان، يعني احنا نتمنى دايما ان المجاملات تبعد، نتمنى الافضل هو اللي يكون موجود. هو اللي انا اعرفه يعني على حد علمي ان بوتير بريرا النهارده اعتقد شخصيته موجوده، وانا بكلم حضرتك بامانه صحيح صحيح، لا يتدخل احد في عمله. يعني عاوز اقول الفتره الاخيره كان هناك بعض الضغوط عليه يعني ان هو يوافق على بعض الامور، ولكن هو مصمم على الهدف عشان كده تم انتقاده بشكل كبير جدا، احنا متابعين يعني طبعا. بالظبط كده. هو الراجل يعني دماغه ناشفه قوي، يعني خلينا نتكلم معاك ده بالبلدي كده، دماغه ناشفه قوي ومش حابب ان هو يجامل. يعني هو بادئ ان هو مش عاوز يجامل، هو الافضل هيكون موجود، هو قالها كده، قال لك الافضل هيكون موجود صحيح. معايا. يعني ما يخطئ من الحكام ممكن بيجنبه شويه او بيقعدوا شويه، ماشي بالسياسه الثواب والعقاب، وماشي بالسياسه تاني ان مفيش مجاملات لحد. يعني كويس. وده مهم جدا، دي محتاجه، عارفه يا نهوان، محتاجه مسانده ودعم من اتحاد الكره. يعني زي ما قلت لحضرتك لما يكون حد ماشي بخطه وماشي كويس لابد من اتحاد الكره. اعتقد اتحاد الكره النهارده الفتره الاخيره واقف مع الراجل، اتمنى يكون الكلام دوت في استمراريه، لان من غير دعم اتحاد الكره للجنه الحكام ورئيس لجنه الحكام فيتور بيريرا ممكن تحدث مشاكل في التحكيم. سؤالك مهم ايضا في ناحيه من النواحي اللي هي الاختيار التعيينات، وانت حضرتك خلينا نتكلم التعيينات النهارده هو اللي بيعين. يعني هو النهارده الراجل هو اللي بيعين بالظبط مع محمد فاروق نائب رئيس اللجنه، هما الاثنين اللي بيعينوا سواء دوري ممتاز او حكام الدوري المحترفين. اعتقدش ان حد بيأثر عليهم في اختيار الحكام، اعتقد ان هما ماشيين بخطة ثابته. حتى في التعيينات يا نهاوند هتلاقي في عداله في التعيينات، مش هتلاقي واحد لاعب مثلا سته او سبعه وهتلاقي واحد لاعب ماتش، لا هتلاقي الكل متقارب، واللي هو الافضل هو اللي موجود في التعيينات اللي هي كانت موجوده فيه. وده ما يزعلش حد، الافضل هو اللي المفروض يستمر، يعني ده شيء ما يزعلش حد، واللي مش افضل يحاول يكون افضل بمجهوده يعني وبشغله، يعني ده بالظبط اعتقد كده ده مشروع جدا. بالظبط يا هوندي كده. يعني هو حتى كمان يعني من ضمن الحاجات اللي عملها كويس قوي قوي ان هو خلى في تنافس ما بين الحكام، خلى في روح جيده زي ما قلت لحضرتك. يعني ايه انا النهارده لما بلاعب حد ويكون كويس ما حدش بيقدر يتكلم، صحيح، لما يكون في مجاملات هتلاقي في ناس بتعترض على هذه المجاملات. عموما انا بقول ايه، بقول ان النهارده عندنا حكام النهارده بيمثلوا مصر في البطولات الخارجيه، مثلا امين عمر، وعندنا محمود البنا، محمد عادل، يعني احمد الغندور، ابراهيم، كل القائمه الدوليه النهارده، محمود ناجي، مش عاوز انسى حد، محمد معروف، كل هؤلاء الحكام بيمثلوا مصر في البطولات صحيح. الخارجيه. زي ما قلت دي حاجه، يعني زي ما حضرتك قلت في بدايه الحلقه،
ان دي حاجه بتبقى بتساعدنا كلنا. نتمنى ان شاء الله باذن الله ان هو يعني ربنا يوفقهم في المباراه باذن الله القادمه، يوفقهم. ونتمنى ان اتحاد الكره اخيرا بقول ان هو يقف مع الراجل لحين انتهاء التجربه، ونبتدي نقيم بقى هل في نتائج ولا النتائج كانت عامله ايه. ده اللي اتمناه ان شاء الله باذن الله للفتره القادمه. باذن الله يا رب، فعلا لازم ننتظر علشان نقدر نحكم حكم سليم. ما ينفعش الحكم وفقا للاهواء او المعتقدات، لازم الواحد يشوف التجربه فعلا نجحت ولا لا، وعلى هذا الاساس يتم التقييم. ويعني اذا كنا بقى موافقين مبسوطين ولا معترضين، هنكرر التجربه دي مره ثانيه ولا لا، كل ده اكيد هيبان في نهايه تجربه يعني بيريرا مع ان شاء الله هذا الملف. شكرا جدا الخبير التحكيمي كابتن ناصر عباس، وزميلنا طبعا العزيز جدا.